الأكثر تنوعاً وشهرة عالمياً، أكثر من 200 مطبخ داخل هيدا المطبخ. رح نروح اليوم على القارة الآسيوية، تحديداً الصين. مرحبا شيف. مرحبا ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. شو في عنا اليوم؟ فاليوم مطبخ صيني. فضلت تقولي لي بحب الأكل الصيني، بحب الأكل الصيني، فعملنا أكل صيني. كرمالي. كرمالي بسنة. بلا كرمالي. فمطبخ صيني. أكيد مطبخ صيني مطبخ مش واسع، واسع جدا. عم تحكي 200 ل 240 مطبخ، 8 طرق بالطبخ، كل شيء له معنى، بياكلوا كل شيء من الأرض، من البحر، من المي، من السمع بالدول. ففي كتير عندهم طرق للطبخ. اليوم اللي حنعملهم ما بيطلعوا شيء بالنسبه لمطبخهم، بس هن من الصحون المعروفه عندنا بالمنطقه. حنعمل تشاومين نودلز اللي حتى بنسمعها بالافلام، تشاومين نودلز بالدجاج. حنعمل بيف تشيلي ستو، تيجي مع البين تشيلي بين بيست. حنعمل فرايد رايس تشيكن، كل العالم بحب الفرايد رايس، اكيد عن الشريمبس، نعملها سمك، اما لحمه. وحنعمل التفاح المقلي ابل فيترز، كمان شيء مثل الموز المقلي بيستعملوه، حتى بالصين بيعملوه، بس حنعمله بتفاح. اوكي، خلينا نبلش. يلا بشو رح نبلش؟ حنبلش بالتشاومين نودلز. اكيد حنستعمل اج نودلز، حيكون فيها ثوم وجنجر وحار. الدجاج حننقعه بصويا صوص مع شويه بيكنج سودا ليخلي هيك يعمل فلافينس، ملح وبهار. بعدين حيكون بقلبها لوبيا، ثوم، جنجر وحار، زيت سمسم، شويه سكر، وكله بيتقلق، كله بنعمل سلطه مع بعضه على السريع. واويستر صوص. يلا بتعطينا. انا رادي شيف. هلا المي لتغلي بنحط فيها النودلز. اوكي، بهالوقت حقنا على الدجاج. اول شيء حنشرحه. اوكي، شرحات. كيفك انت والاكل الصيني؟ شو الاكل الصيني؟ مش قصه صعب، بس لانه كل شيء، حتى يعني الاكل طبعا كل شيء له معنى هو بينعمل. بتعرف هن شعب بيؤمن بعدم العنف، بيمشوا على قانون الخير والشر حياتهم كلها، بالحياه الطبيعيه، ما اجبار يكون بس